نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله هذه المرحله العصيبه التي نواجه خلالها ويواجه خلالها العالم كذلك جائحه كورونا في هذا الظرف الصعب. وطبيعه الحال المغرب متجند على اعلى مستوى لتمر هذه المرحله بمشيئه الله باقل الاضرار الممكنه، ونضيف في المره المليون نبقاو في المنازل ديالنا للحفاظ على سلامتنا والخروج باقل الخسائر الممكنه. طبيعه الحال مع المكوث في البيت لمده طويله كثير من الناس كل واحد عنده طريقته الخاصه لتصريف او تمضيه الوقت، ما بين مساعده الاطفال او مشاهده افلام او الكتابه او مساعده اشغال منزليه او التبضع او شيء من هذا القبيل. انا بين فينه اخرى اخرج ببعض فيديوهات لي اتجاذب اطراف الحديث مع الجمهور الرياضي. انا بحكم انني ابن قنيطره وواحد من المتيمين بحب فريق النادي القنيطري، بحكم انني انتماء كأسرة رياضية تنتمي من فرق القطري من أبي المرحوم الذي كان واحد من أبرز المشجعين وكذلك الممارسين داخل فريق النادي القطري، إلى جانب شقيقي رشيد، وأنا كذلك مارسته في فريق النادي القطري حتى فريق الشبان. هوس كبير بفريق النادي القطري كانتماء كحب كتاريخ. بطبيعة الحال جاتني عتابات كثيره وكثيره جدا من طرف المناصرين من القنيطره ومن خارج القنيطره المهووسون بحب فريقنا القنيطري. الكثير من الناس شافوا انني اقصر او بل مقصر في متابعه اصداء واخبار وتاريخ فريق نادي القنيطره على قناتي الجديده التي انشاتها في اليوتيوب. الواقع انني اضع في مفكرتي ومنذ مده طويله فريق النادي القنيطري. بالمناسبه أعيد الجمهور القنيطري بأنني سأتطرق في بين 4 أو 5 الحلقات مستقبلا ستكون شبه مطولة، سأنبش فيها في ذاكرة النادي القنيطري لإيصال كل جديد لهذا الجيل الجديد المتيم بحب النادي القنيطري، ثم كذلك لنناقش ونرصد واقع فريق النادي القنيطري، الفريق الذي فقد بريقه تقريبا في 10 سنوات الأخيرة. أعيد الجمهور القنيطري بأنني سأعود لهذا الموضوع بالتفصيل، لكن قبل ذلك في عجلة لا بأس باش نوه إذا كنت نوه جماهير الوداد والرجاء وباقي الجماهير المغربية، جا الدور باش نوه بالفصيل الشهير لفريق النادي القنيطري حلالة بويز اللي صنع الحداث. صنع الحداث في 15 سنة الأخيرة تقريبا منذ 2005 حتى الآن، واحد من أفضل جماهير كرة القدم، خلق العجب العجب في المدرجات بتشجيعات بتيفوات بصور برسومات بأشياء عديدة جدا جعلت منه واحد من افضل جماهير كره القدم الصعيد الوطني، حتى ان البعض راى في نزولنا لقطر القسم الثاني خساره كبيره للمدرجات على اعتبار الجمهور الحلال بوز يغيب على منافسات البطوله الوطنيه الاحترافيه القسم الاول. بطبيعه الحال هذا الجمهور ما تيشدش على القاعده، قاموا بمبادره نبيله في هذا الظرف العصيب الذي يمر منه المغرب. بطبيعه كباقي التراس في كل ربع الوطن بالتبرع بالدم للمحتاجين بهذه الماده الثمينه التي لا تقدر بثمن، خصوصا الذين لديهم الأمراض المستعصية، فبذلك أظهروا نبلا كبيرا كما أظهرته كل ألترات المغربية في كل ربع الوطن. أكثر من ذلك هذا الفصيل ديال الحلالة بويز عنده بعض التصرفات صراحة نبيلة جدا وتترك الانطباع والدهشة. خدوا قرار عبر لجان، هذا الكلام هذا تصرفات لي فصيل الحلالة بويز، خدوا قرار بمساعدة المسنين وعدم تركهم لمغادرة بيوتهم والتبضع لهم، في إشارة ودلالة على أن نبل الأخلاق وسمو التربية، فبذلك أعطوا الانبهار مرة أخرى بأنهم في مستوى الحدث. يحق إذا كانت القنيطرة الآن يعني كمدينة يعني يمكن نقول بهذه العبرة تتألم بعدم وجود فريقها في القسم الأول ضمن الكبار، هو واحد من أساطير كرة القدم المغربي عبر التاريخ فريق النادي القنيطري، فيحق للقنيطرة أن تفتخر بهذا الجمهور الكبير، جمهورها العاشق لكرة القدم، متيم بكرة القدم، واللي نواته هو الحلالة بويز، الفصل الذي يصنع الحدث في المدرجات. أعدكم أنتم دائما في البال والذاكرة، سأعود لكم قريبا بأدق التفاصيل لننبش معكم في ذاكرة وواقع فريق النادي القنيطري الرقم الصعب دائما في معادلة كرة القدم المغربية. إلى اللقاء.